السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة الصف الحادي عشر، أهلاً ومرحباً بكم مع الجزء الثاني من درس الرسالات السماوية. وأهداف درسنا اليوم تدور حول الديانة اليهودية، إذ يتوقع منك عزيزي الطالب أن تعدد أفكار ومعتقدات اليهود وأن تقارن بين الفرق اليهودية. لكن قبل أن نبدأ ونعدد أفكار ومعتقدات اليهود ونقارن بين فرقهم، لا بد من استذكار ما شرحناه في الفيديو الأول عن تعريف اليهودية. فما المقصود باليهودية يا شباب؟ أحسنتم، هي الرسالة التي أنزلها الله تعالى على موسى عليه السلام مؤيدا بالتوراة. لكن ما المراد بالتوراة؟ ما شاء الله، كتاب اليهود المقدس، أحسنتم. والتوراة يا شباب كلمة ليست عربية، وإنما هي كلمة عبرية وتعني الشريعة أو الناموس. في اصطلاح اليهود يراد بهذه الكلمة أسفار موسى عليه السلام الخمسة، التي يعتقدون أن موسى عليه السلام كتبها بيده. وهذه الأسفار هي سفر التكوين، وسفر التثنية، وسفر العدد، وسفر الخروج، وسفر اللاويين. يا أما ادعاء أن موسى عليه السلام كتبها بيده كذب وافتراء. لماذا؟ إذا كان موسى عليه السلام هو الذي كتب هذه الأسفار، فكيف يكتب عن موته ودفنه كما جاء في سفر التثنية؟ إذن يا شباب، التوراة كتاب أنزله الله عز وجل على نبي الله موسى، لكن اليهود حرفوه. وهدفنا الأول من هذا الدرس أن يعدد الطالب الأفكار والمعتقدات التي اعتقدها اليهود. أبنائي، اليهود في الأصل هم أهل كتاب وتوحيد، وهذا ما جاء به نبي الله موسى عليه السلام، لكن طرأ على هذا الاعتقاد تغيير وتبديل، فمن يأتينا بمثال على هذا التغيير والتبديل؟ أحسنتم، عبادتهم للعجل الذهبي بعد خروجهم من مصر. طيب لماذا يا شباب؟ رائع، لأن اليهود عقلية تؤمن بالأشياء المحسوسة، لهذا اتجهوا إلى التجسيم فجعلوا جسم عجل ذهبي في صورة إله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أبنائي، زعم اليهود أن الذي صنع لهم هذا العجل الذهبي هو نبي الله هارون عليه السلام، أخو سيدنا موسى، لكن هذا كذب وافتراء. إنما الذي صنع لهم هذا العجل رجل يدعى السامري، قال تعالى: فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. أبنائي، واعتقد اليهود أيضا أن لله ولدا، فاتخذوا عزرا أو عزيرا ابنا لله، وقالت اليهود عزير ابن الله، وبهذا قد اشتركوا مع النصارى في جعل الولد لله، فالنصارى جعلوا لله عيسى ابنا، واليهود جعلوا لله عزير ابنا، فمن هو عزير أو عزرا؟ أحسنتم، هو الرجل الذي أوجد التوراة بعد ضياعها. اليهود يا شباب يسمون عزرا أو يلقبونه بالكاتب أو الوراق، لأنه كان من علمائهم، وقيل كان من أنبيائهم، ونظرا للدور الذي قام به عزرا أراد اليهود أن يكافئوه فجعلوه ابنا لله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.
قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ليس لله أبناء، وليس لله آباء، وليس لله شبيه ولا مثيل ولا نظير. أعزائي، من يتصفح كتاب اليهود المقدس يجد أن اليوم الآخر نادرا ذكره جدا، لهذا فقد اعتقدوا أن الثواب والعقاب إنما يكون في الدنيا، فالثواب يكون بالنصر والتأييد، نصر اليهود وتأييدهم، والعقاب يكون بالخسران والذل والاستعباد. ومن الندرة في اعتقادهم باليوم الآخر اعتقادهم أنهم يعذبون أياما معدودة بعدد أيام عبادتهم للعجل، أي ليس عذابا مستمرا. والسبب في ذلك اعتقادهم أنهم أبناء الله وأحباؤه، وأنهم شعب الله المختار. وهذا يؤكد أن اليهود شعب عنصري. أبنائي، ومن اعتقادات اليهود أن مكانة التلمود، وهو كتاب مقدس عندهم، تفوق مكانة التوراة. لكن السؤال، ما هو التلمود؟ يزعم اليهود أن التلمود عبارة عن تعاليم موسى عليه السلام الشفوية التي ألقاها على بني إسرائيل، لكنها لم تكتب كالتوراة، ولم يأمر موسى عليه السلام بكتابتها إلى أن جاء حاخام، يعني كبير عندهم أو عالم من علمائهم، يسمى يهودا هاناسي، وبدأ في جمعها وكتابتها في كتاب سماه المشنا. هذا الكتاب يعتبر الأصل أو الشريعة المكررة، وشرحت المشنا في كتاب سماه الجمارة، ومن مجموع المشنا والجمارة تكون التلمود. وهنا أردت أن أذكر أبنائي بالهدف الأول، وهو أن يعدد أفكار وعقائد اليهود. وذكرنا أن من عقائدهم عبادتهم للعجل الذهبي، واتخاذهم عزرا أو عزيرا ابنا لله، واعتقادهم أن الثواب والعقاب إنما يكون في الدنيا، وأن التلمود عندهم يحتل مكانة كبيرة بل أكبر من التوراة. ونغلق هدفنا بهذا السؤال، من العقائد اليهودية بنوة العزير أم تقديس الأنبياء أم الحفاظ على العهود أم أداء الصلوات في موعدها؟ أحسنتم، بنوة العزير، جزاكم الله خيرا. أما هدفنا الثاني فهو أن يقارن الطالب بين الفرق اليهودية. أبنائي، لا شك أن اليهود افترقوا إلى فرق كثيرة جدا، أشهر هذه الفرق فرقة الفريسيون، وهذه الكلمة تعني المتشددون أو المتعصبون الذين يتمسكون بحرفية النصوص الكتابية، وهم الأحبار أو الربانيون الذين لا يتزوجون النساء وإنما يتبنون الأطفال. لماذا يا شباب؟ أحسنتم، حفاظا على مذهبهم. ومع ذلك فإن هذه الفرقة هي الأوسع انتشارا والأكثر عددا بين اليهود، ويتميزون أيضا بالمكانة الكبيرة بين الشعب اليهودي لكونهم الأعرف بأسرار الشريعة. وإذا كان اليهود يعتقدون أنهم شعب الله المختار، فإن الفريسيين يعتقدون بأنهم
من خواص الخواص. عزيزي الطالب، هل تعلم شيئاً عن اعتقادات الفريسيين؟ أحسنت، إنهم يؤمنون بالبعث بعد الموت، وماذا بعد؟ رائع، يؤمنون بوجود الملائكة، وماذا بعد؟ نعم، يؤمنون بالعالم الآخر وهو الجن. أحسنتم يا شباب. ومن فرق اليهود أيضا فرقة الصدوقيون. أحسنتم، هذه الفرقة تعد من الفرق التي تنكر جل معتقدات فرقة الفريسيين. سماهم الفريسيون صدوقيون من باب التسمية المضادة، لكن ما أهم عقائدهم؟ أحسنتم، إنكار البعث والحساب والجنة والنار. وماذا بعد؟ نعم، إنكار التلمود، فهم يؤمنون بأسفار موسى عليه السلام الخمسة فقط. وماذا بعد من عقائدهم؟ ينكرون وجود الملائكة، لكنهم يا شباب يعتقدون بأن عزيراً ابناً لله كما يعتقد الفريسيون. بارك الله فيكم. والفرقة الثالثة هم المتعصبون، وهؤلاء يتقاربون فكرياً مع فرقة الفريسيين، غير أن الفرق بينهم وبين الفريسيين أن الفريسيين يتعصبون ويتمسكون بحرفية النصوص، أما فرقة المتعصبين فإنهم يتصفون بالعدوانية وعدم التسامح مع أي من فرق اليهود الأخرى. أعزائي، تعلمنا في هذا الدرس أن لليهود فرق كثيرة، كفرقة الفريسيين، وفرقة الصدوقيين، وفرقة المتعصبين. لهذا أردت أن نغلق هدفنا الثاني بهذا السؤال. الصدوقيون إحدى الفرق اليهودية، وقد اشتهروا بالتشدد أم الإنكار أم العدوانية أم عدم التسامح. بوركتم يا شباب، نعم، اشتهروا بالإنكار. بارك الله فيكم. أعزائي، وصلنا إلى ختام هذا الدرس، وكما تعودنا فإننا نغلقه بجملة من الأسئلة. السؤال الأول، ضع إشارة صح أمام العبارة الصحيحة وإشارة خطأ أمام العبارة الخطأ. اليهود في الأصل أهل كتاب وتوحيد، لكن طرأ على معتقداتهم تغيير وتبديل. إجابة خطأ أم صح؟ صح، إجابة صحيحة. بارك الله فيكم. تحتل التوراة عند اليهود مكانة أكبر من التلمود؟ صح أم خطأ؟ خطأ، نعم، لأن الذي يحتل المكانة الأكبر هو التلمود. بارك الله فيكم. تعتبر كلمة الفريسيون تسمية من الأضداد لأنهم مشهورون بالإنكار؟ خطأ، نعم، عبارة خطأ. والصحيح أن الصدوقيون سموا بذلك من الأضداد لأنهم مشهورون بالإنكار. أحسنتم يا شباب. والسؤال الثاني، عدم التسامح مع الفرق اليهودية من أهم ما اتصفت به فرقة الصدوقيين أم الفريسيين أم المتعصبين أم السامريين؟ ما شاء الله، أحسنتم، أهم ما اتصفت به فرقة المتعصبين. بارك الله فيكم. والسؤال الأخير،
اذكر عقيدتين من عقائد اليهود. أحسنتم يا شباب، عقيدة عبادة العجل، وماذا بعد؟ جعل عزير ابنا لله، رائع، وماذا بعد؟ اعتقاد أن الثواب والعقاب إنما يكون في الدنيا. جزاكم الله خيرا. وفي ختام هذا الدرس لا يسعني إلا أن أتقدم لكم بخالص الشكر على حسن إصغائكم واستماعكم، ونلتقي بكم إن شاء الله تعالى في الجزء الثالث، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.